سمامي جاهزين لكلمة الرب بسرعة، لأنه اليوم أريد أن أتحدث عن شيء هام. هاليلويا، مقطع هام. ارفع كتابك المقدس، خلينا نقوله مع بعض سوا مع بعض. هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش. أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير، نعم، وأحقق كل مقاصد الله في حياتي. تعالى يا روح الله اليوم، حاوط هذا المكان من كل جهة وصوب، غطي هذه القاعة بدم يسوع. نصلي، تعالى يا رب، أنت سود في وسطنا في كل ما للكلمة من معنى. حررنا سيدي من كل أفكار، حررنا من كل ما نراه سيدي. نسلك بالإيمان وليس بالعيان، وتعامل معنا معاملاتك الخاصة. أصلي باسم الفادي الحبيب يسوع، أنت تزيد ونحن ننقص، أنت ترتفع ونحن ننخفض، ليس لنا فقط ليسوع، نعطي كل المجد. كل شعب الله يقول أمين ثم آمين ثم آمين. هاللويا، لك كل المجد يا رب. بدك تروح معي من جديد إلى يوحنا الإصحاح 15. من جديد بدي شجعكم تروح على الفيسبوك، عم حط كل فترة فترة عم حط شقفة صغيرة ملخص عن العظات تبع الأسبوع الماضي، واللي بحب إنه يحصل على العظات بحتاج إنك تروح على الواتساب وتتصل فينا على الواتساب لنصير نبعث لك إياها، لأنه في كتير أشخاص اتصلوا فيه من خلال فيسبوك وطلبوا مني إنه كيف نسعى كل الوعظة مش بس المقتطفات، وعطيتهم رقم الواتساب. أنا بدي شجعك تعمل هيك وأعمل شير بليز، ساعدوني بإنه نعمل شير. ما بيكلفك كتير تعمل إنك تروح تعمل شير لهدول الوعظات، تكبس على كلمة شير وتبعتهم. وكمان بدي أشكر كل اللي عم بيروح على الساوند كلاود وكمان يحطوا الوعظات على الفيسبوك وغيره. خلينا ننشر كلمة الله على وسائل التواصل الاجتماعي بكل طريقة كانت، أمين؟ هاليلويا. نهار الثلاث الماضي كمان كنت على نور سات، للأشخاص اللي حضروني موقع. كم واحد حضرني على نور الشرق الأسبوع الماضي، الثلاث الماضي، بعتقد الثلاثة القادم كمان رح يكون الساعة 6 لايف على التلي لوميير بس الشرق، اسمها نور الشرق بقى للأشخاص اللي بيلقطها، وهي نور سات بعتقد هي زيتها مش هيك ولا لا؟ نور الشرق غيرها، نور الشرق بقى. إذا ما بتلقط نور الشرق صلي إنه الرب ينور عليك، لكن صلوا لي على كل أحوال. نهار ثلاثة ونهار ثلاثة صلينا لكثير ناس، أنا ولسيس سعيد على التلفزيون، وبعرف في ناس الرب شفاها وشيء رائع انه اتصلوا فينا، وفي شيء صار دغري على التلفزيون. بقى بدي اشكر الله طبعا على عمله، بقى بليز صلوا لي، لكن ايضا صلوا لكل اللي عم يتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي كتار، ومن خلالكم بشكركم على كل الاشخاص اللي عم بتتابع معنا على الفيسبوك هذه العظات، وعم تساعدني بانه انشرها من خلال انه تعمل لها شير او تعمل لها لايك. بقى بليز روح على صفحتي او على صفحه الكنيسه وساعدونا نعمل هيك في الأيام القادمة، أمين؟ نعم؟ أمين. شو هيدا؟ أمين. يه. نعم؟ أمين. أمين، هاليلويا هاليلويا. روح معي إلى إنجيل يوحنا الإصحاح 15، من جديد عم نحكي عن الإسمار، هي سنة الكرازة، سنة الرؤى والأحلام، وأعلنناها هيك، سنة الكرازة، سنة الرؤى وسنة الأحلام. وبحديثنا طبعا عن كل هدول القصص قلنا بأنه الشيء الوحيد اللي بيخلينا بالحقيقة نسمر هي أو نرى أحلام أو نرى رؤى أو يتعامل الرب معنا في أي شكل من الأشكال هو علاقة حقيقية مع الرب، وهذا اللي كنا عم نحكي عنه في كل الأسبوع الماضي. كم واحد أخذ موعد مع الرب هذا الأسبوع ونفذه؟ خلينا نشوف إيديكم. أوه هاليلويا، طيب شكرا. كم واحد الرب حكي هذا لما راح فات على المخدع سمع صوت الرب من خلال الكلمة من خلال داخلك؟ كم واحد مش متأكد بيعرف انه يمكن سمعت يمكن لا، بس انه بعتقد في شيء صار معك يعني، امين. كم واحد بعيده؟ اوكي، بس سؤال ثاني، كم واحد قعد هالقعدة اخذت اكثر من نص ساعة؟ كم واحد حس بانه اوف ليش انا ما بعمل هيك على طول؟ طيب انا بدي شجعك هالجمعه من جديد ترجع تاخذ موعد، ولربما يصير موعد اسبوعي.
تعرف بتبلش هيك مرة مرتين، بعدين بصير تقول بدي أخذ كل أسبوع بدي أخذ مرة، بعدين بصير تقول مرتين بالأسبوع لأنه مش كافي، بعدين بصير تقول ثلاث مرات بالأسبوع، وبالآخر رح تصير مدمن لهدول الأعداد. سألني لالي رح تصير بدك تترك كل شيء بس تقعد هيدي القعدة، وما عندك أي شيء تاني غير أنك تقعد هيدي القعدة مع الرب يسوع. للأشخاص اللي بعد ما عملها هلأ من هلأ بديك تفكر لثواني تقول أنا جمعة الجاي بدي أقرر نقي المحل ونقي الوقت ونقي النهار اللي رح أقعد فيه مع الرب. ولما رح أقعد مع الرب ما رح كون حامل، تذكروا الأشياء اللي كنا عم نحكيها، قعدة الرب ما لها دخل بالشي اللي بتسمع عنه. هلأ إذا صارت هاليلويا إنه إذا إجا ملاك تقول له لا أنا مش توقع أنك تجي، يعني لأنه يجي الملاك أهلا وسهلا، يعني إذا إجا ملاك مجدا، إذا الرب زارك زيارة خاصة غير عادية مجدنين هاليلويا، أنا ما بزعل إنه هدول الأشياء يصيروا. بس أنا اللي عم بقول لك إنه بالحقيقة هدول مش هن الدائم، يعني هذا مش النورمال، هذا بصير بس مش هذا الطبيعي. طبيعي إنك تقعد مع الرب ويحكي معك الرب بنفس الطريقة اللي بيحكي فيها كان مع الأنبياء والرسل في الأيام الماضية. الرب لما حكي مع إبراهيم حكي فيها مع إبراهيم بنفس الطريقة اللي بيحكي فيها معك. الرب حكي مع إسحاق ويعقوب وأشخاص آخرين بنفس الطريقة. لأوقات حكي معهم، أنا عم بقول لك 33 سنة إيمان الرب حكيني مرة واحدة بصوت مسموع، مرة واحدة شعرت بلمسة يده، لمسة يده عم بحكي جسديا، دائما بشعر بلمسة يده في حياتي، لكن إنه أشعر بإيد على كتفي، أشعر بإيد عم تلمسني وما يكون في حدا، واسمع صوت عم بيحكي معي وما يكون في حدا. وبالحقيقة مرة واحدة شفت رؤية، يعني شو بيقولوا رؤية فيجوال، يعني مش مرئية، يعني مش رؤية داخلية. لكن العادة الله بيعطيك رؤى داخلية، العادة الله بيعطيك أحلام، العادة الله بيحكي معك من خلال كلمته، العادة الله بيحكي معك من خلال ظروف الحياة، العادة الله بيحكي معك من خلال الناس انت مش توقع انه يستعملهم ليحكي معك، والعادة جدا الله بيحكي معك من خلال، وهذه 90% من خلال الصوت في داخلك. وهذا الصوت في داخلك لكي تسمعه عليك ان تسكت كل الأصوات الأخرى. ومشان هيك انا اليوم انا بدي شجعك من كل قلبي احبه، الله بده يحكي دائما، بس المشكله مش اذا الله عم يحكي، المشكله من بدك مين يسمع. واكتار اللي مره حدا هيك سالني بانه صار امر ما مؤخرا لما كنت باستراليا، اجا خادم للرب، بالحقيقه خادم معروف وحبيب قلبي، يعني صديق ارمني، وكان بيقود الخدمه الارمنيه بحلب عند ال الإخوة، يعني ما بدي سميه لأن معروف، كان يخدم هناك، وكان عنده مصنع، وكان شخص عنده فلوس وعايش كتير منيح بحلب، وأحواله المادية كتير 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 كويسة، يعني من الأشخاص اللي فينا نسميهم أغنية، وعنده عائلة وبيخدم الرب وكل شيء تمام. وفجأة وبالحقيقة قبل بسنة من الحرب السورية حدا جاي فكرة بأنه يعمل مصنع، وعمل مصنع كبر وجاب إشي أحسن وزبط وضعه وصار عم ينتج إنتاج أحسن وأحسن. وقبل بكم أسبوع بالحقيقة من الحرب السورية بشي شهرين أو ثلاثة لربما، بيسمع بيقعد بهذه الأعداد، بيقعد مع الرب وبيسمع صوت الرب بوضوح عم بيقول له بيع كل شيء وفل. وبتعرف بالنسبة لكثير ناس هو مجنون، لأنه كان عنده فلوس، بيوت، مش بيت، بيوت، سيارات، مال، عنده كل الأشياء اللي حدا حيالله حدا، ولأنه كل شيء ظابط، يعني ما في شيء، خدمة، وبيسمع صوت رامع له بيع كل شيء وفل. وبظرف الشيء اللي ما بصير عادة، بظرف أسبوع بياخد هجرة على أستراليا، بظرف أسبوع. عادة هجرة أستراليا بتاخد له سنة أوقات، أوقات ست أشهر، أوقات سبعة أشهر، وبياخذ هجرة على أستراليا بأسبوع. وبالحقيقة بيع كل شيء، كل شيء بيعه بظرف كمان قياسي بسعر كتير منيح أحسن من اللي اشتريهن، وبيعهن كلياتهم، وكل الناس كانت عم تطلع فيه بأنه شو هالغباء. قبل ما سافر بجمعة، بعد بجمعة من ما سافر، ولعت الحرب بسوريا، وكان عم بيشهد للمسيح بأستراليا، عم يخبرني هيك. بقى أنا خبرت هذه الخبرية، بركت قاعد أنا وناس
خبرت هذه الخبرية، قلت لهم يا عمي الرب بيحكي مع الناس، رب يحكي معنا وبيقلنا أشياء نعملها. وبتعرف بلشنا نحن عم بحكي هذه الخبار، كان في ناس قاعدين هيك وكلهم عم تسمعوا علي وأنا عم بشر بيسوع. بس بهدول من يومين جاء لي واحد قال لي طب إنه حكي معه، طب ليش ما حكي مع غيره؟ قلت له مين قال لك؟ وأنا هذا السؤال اللي كمان كنت عم بسأل حالي، مين قال لك إنه ما حكي مع غيره؟ قلت له لأنه ما حدا عملها. بقول لك بلا، هو كان عم بيحكي مع كتير ناس بس ما حدا كان عم تسمع عليه. الرب أوقات بيحكي، مش أوقات، الله دائما عم بيحكي، بس بدك مين يتسمع. يقول لك هذه الطريق أسلك فيها، عم بيقول لك ما تروح شمال ما تروح يمين، خذ هذا الطريق، روح من هون. عم بتعرف أنا عم بتدرب، وأنا اليوم بدي شجعك لك. هلا طبعا أنا صرت متطرف بإني أسمع صوت الرب، بس أنا عم بشجعك إنك أنت أيضا تعمل هيك، بإنك أنت تسمع صوت الرب حتى أنت عم تسوق السيارة، تسمع صوت الرب حتى وانت عم تشتري غراض، تسمع صوت الرب وترتاح للاشياء حتى وانت عم تعمل اشياء كتير بسيطة. انا ما بدي زعله حتى بشو بدي اشتري، كيف بدي اتعامل مع مال اللي بين ايدي، شو ما بدي اعمل بهذه الحياة، اريد ان احصل على بركة الله. حدا بقول ما امين؟ اريد ان احصل على رضاه في كل امر، وعلى هذا الاساس انا محتاج اني اسمع صوته في كل صغيرة وكبيرة في حياتي. وأنت أيضا محتاج أنك تسمع صوته بكل صغيرة وكبيرة. خليني أقول لكم شغلة أحبة، أنا عم بحكي كشخص عمره 33 سنة بالإيمان والآتي أعظم، 99.999% خليني أقول لأنه 100% 100% لما كنت مصلى ما في شيء مصلي ب 33 سنة ما صار، وما في شيء صليته بحسب مجد بحسب مشيئة الله أو بحسب قلب الله بالمخدع، وعم بقول بالمخدع بهيدول الأعداد اللي بقعد فيها معه ما صار، ما في شيء. مش ما بذكر لو بتعرف اللي كيف تعرف، بقول لك أنا بكتبهم الأشياء اللي بخدهم بالمخدع، بكتبهم وبعد برقبهم شو عم بصير منهم، بلاقي بطلع بصير بضحك بعد سنة بعد شهر بعد شهرين بعد ست أشهر، بأنه بتطلع وبقرأ بأنه معظم الأشياء اللي كنت كتبها صارت. وحرفيا اسمعني وخليها لأعطيك غير إحصاء، و99.999% من الأشياء اللي عملتها، رديت أفعال وبالجسد ومن دون صلاة وبعض الأحيان بغضب وبعض الأحيان بنمردة وبعض الأحيان بتمرد وبعض الأحيان بكبرياء، كانت غلط 99.999%. وبالحياة أدت إلى قصص كثيرة في حياتي، وأنا اليوم بدي شجعك بأنه بالحقيقة إذا أنت بدك تشوف نتيجة في حياتك، السر هو علاقة مع الله حقيقية. اسمعوني أحبة، أنا عم بحكيك هذه القصص اليوم لشجعك تعرف يسوع اللي هو ابن الله الحي، الله اللي صار جسد، الأقنوم الثاني من الثالوث اللي تجسد من العذراء. يسوع حتى يسوع كان يحتاج إلى علاقة مع الآب. يسوع قال هيك، قال أنا لا أفعل شيء من دون ما أنه الآب يقول لي أعمله. اسمعني؟ كم واحد بقول معي مزبوط صح؟ كم واحد بيعرف الكتاب المقدس؟ يسوع قال أنا ما بعمل ولا شيء من دون ما يقول لي عنه الآب. أنا بسألك سؤال، أليس هذا رائع بأنه يسوع ولا مرة شاف أي فشل في حياته؟ يسوع بحياته على الأرض ولا مرة فشل، يسوع ولا مرة صلى لحدا وما زبطت معه، ولا مرة. يسوع ولا مرة حط إيده على حدا قال له شو عندك أنت أعمى، قال له ليبصر، بعدين قال له شو عم تشوف، قال له لا، قال لي كيف طيب تعا بكرة لأنه هلا مش حامي أنا كفاية. يعني يسوع ولا مرة يسوع صلى لحدا وما زبطت، مزبوط؟ شو بكم صح ولا لا؟ يسوع ولا مرة كان عنده أي نوع من الفشل أو الهزيمة، حتى على الصليب انتصر، صح؟ شو بكم إيه ولا لا؟ على هذا الأساس يوم تخيل معي بأنه حتى يسوع بكل شيء عمله في هذه الحياة كان مقاد 100% كإنسان، عم بحكي لأنه اليوم إدراكنا بأنه يسوع كإنسان، يسوع تخلى، اسمعني، يسوع لم يتخلى عن الطبيعة الإلهية، يسوع تخلى عن الامتيازات الإلهية. ما سمعتوني؟ لما يسوع تخلى عن كل شيء، يعني يسوع لما كان هون على الأرض مش بطل هو الله، هو الكائن في صورة الله، هو الله الكائن في الجسد، شيك؟
لكنه تخلى عن الامتيازات الإلهية، بمعنى آخر لم يتصرف كأنه الله، لكن تصرف كأنه إنسان عادي. وعلى هذا الأساس يسوع إجا قال له لبيلاطس، يعني تشوف أنه كان في ساعة البدو يتصرف، لكن ولا مرة يسوع عمل ولا معجزة بصفته ابن الله، لكن كل المعجزات اللي عملها يسوع كانت بصفته ابن الإنسان. ما عم تسمعوني؟ ولا مرة يسوع تحرك، لأنه إذا تحرك بصفته ابن الله بلا إجا قال له لبيلاطس، قال له أنت مش عارف مع مين عم تحكي. هلا هو الوحيد اللي في أولى يسوع، على فكرة أنا نقول أنت ما بتعرف مع مين عم تحكي، عرفتني؟ بس هو يسوع في أولى، هو الله، شو بعد في أحسن هيك؟ تخيل يسوع أصلا واقف قدام بلا ما بتعرف مع مين عم تحكي، بس هو في أولى، بس ما قاله. قال له أنا إذا بدي فيني أطلب هلا من الآب ويبعث لي جنود هلا من الملائكة يفرموكم فرم كلياتكم عن ناعم، ناعمة يعني مش خشنة، ناعمة بتطلعوا كبة نية كلياتها هيك. لكن هلا أنت كل شيء عم تعمله هو بمشيئة إلهية، لذلك أنا حتى هذه المشيئة الإلهية اللي بتبين إني أنا عم بتدمر فيها خاضع لها. ماذا تسمع علي اليوم يا حبا؟ إذا أنت هون اليوم وبتدرك بأنه كل شيء عم تعمله، حتى بعض الأحيان لما بتختار يهوذا بفريقك بمشيئة إلهية. قال لي يسوع صلى كل الليل، قام تاني نهار نقى يهوذا. تقول صلى كل الليل، بقول قال صلى كل الليل وقام الصبح ونقى تلاميذه واحد منهم يهوذا. وعلى فكرة شايف لما بتفكر فيها بالمنطق الجسدي، لانه انا وياك اليوم عم نفكر الشيء اللي هلا بعد شوي رح اقرا لك عنه، انه لا تعتمد على فطنتك. شايف بال12 رسول اللي نقاهم يسوع، من 12 تلميذ اللي نقاهم يسوع، بالمنطق الانساني الوحيد اللي بيستاهل يكون رسول هو يهوذا. ابن مدينه، مسقف، واصل، سياسي، محنك، بيعرف كل الناس، عنده تعرف شو بتعرف شو معناتها، بيشتغل بالشأن العام. يا هو شو بدك احسن يعني؟ فيك تقول كان ممكن يعملوه نايب، مشان هيك ما كانش لازم تنقيه. بس انه بين هلالين دول الدبلوماسيين، اسمعني انت هون الوحيد. اذا بتطلع بال11 رسول الباقيين كلياتهم اولاد قرى، ما كانوا اولاد مدن. يهوذا الوحيد هو ابن اورشليم، هو الوحيد ابن مدينه متمدن اللي بيحكي لغات، ما سمعوني؟ الوحيد اللي فيهم اللي معلم، الوحيد زي بدك. هلا عشار في متى، بس بالحقيقه عشار كان كمان ابن قريه متى، لكن الباقيين ما كانوا فعلا، ما كانوا صيادين سمك واشخاص بسيطين جدا. بالنسبه لي انا كان دائما يسوع صلى كل الليل ونقى هدول، جو بيعمل أحسن من هيك. تنقي فريق لتربح، تروح تنقي الناس بيلعبوا منيح، شو بك؟ مظبوطة ولا لا؟ لكن تنقي هدول الأشخاص. وقلت لك بالحقيقة لما علمت عن التلاميذ يسوع الـ 12، قلت لك اللي دهشني مش يسوع مين نقى، دهشني مين يسوع ما نقى. يسوع في نقى اللي بده إياه، بس إنه قليل إنه ما نقى الفريسيين، ما نقى ولا واحد، ولا ما نقاهم. قليل لأنه ما نقى هيدول الأشخاص المعلمين فاهمين فلسفين وشايفين حالهم متكبرين والواصلين، ما عدا يهوذا وحيد. وبتعرف شيء بالنسبة لي مدهش، بأنه كان عم يسمع صوت الآب. والشيء الأكثر بالنسبة لي المدهش، قال خلينا نعمل هيك لكي نكمل كل بر، لما سمع صوت الآب وتعمد، رغم أنه مش بحاجة لمعمودية، خاضع لهذه المشيئة، خاضع كليا. اسمعني أحبة، لم يعتمد يسوع على ذكائه أو على فطنته، بل اعتمد على القيادة من قبل الله. روح معي الآن إلى نجديد المقطع كنا عم نقرأ من شوي، إلى كتاب الأمثال، لأنه الشيء اللي عم نحكيه في هذه الأيام هام جدا جدا جدا. وقلت لك بالحقيقة الشيء اللي خليك
كون على علاقة جيدة مع الرب. كيف أنا فيني أعمل خلوة؟ كيف فيني أقعد مع الرب؟ كل يوم محتاج إنك تقرأ من الكتاب المقدس كل يوم. اوعى تفهمني غلط، أنا ما عم بحكي عن قراءتك اليومية لما عم بحكي عن الخلوة، بس عم بقول مش كل يوم رح تقعد عديت مع الرب، لكن كل يوم تقرأ من الكلمة معي، وكل يوم بتتغذى من هذه الكلمة، وكل يوم بتصلي إذا بدك. طبعا مفروض لما بتقرأ من الكلمة بتصلي، بس أنا اليوم بدي شجعك من كل قلبي بأنك تقعد هيدي الأعداد. هيدي الأعداد ما على دخلة بليست صلاة حاملة، أنت ما عم تقعد لتصلي لمريض، هي اسمها صلاة شفاعية، هي شيء آخر. أنت ما عم تصلي لأنك واقع بمشكلة، هيدي اسمها حرب روحية، هي شيء آخر. لأنه كتار منكم بهذا الأوقات بيقعدوا مع الرب، لما بيكونوا قاطعين بمصيبة فجأة، أول شيء بتصل بالأسيس، بقوم الأسيس ما برد تلعادته يعني بيحلق لكم، بيقوم بيتصل بحدا تاني من الكنيسة، بحدا بحل مصايب، بعدين كمان هذا ما بعرف ما بشوف بدي ساعد له بصلي لك يعني شو بدي اعمل له، بعدين بيقوم بيتصل بحدا يدينه، حدا يكون اذا قاطع مشكلة مادية يلاقي حدا كيف بدي يطلع مثلا، بيتصل بهدول بجرب حلها من هون، بشوف معارفه، بشوف اصدقائه، بشوف اذا في عنده مشاكل عائليه، بشوف كيف بده يحلها من هون، وبتلاقي حاله عم بتخبط بهذه القصص بين هالك والمالك، ورايح من هون ورايح من هون عم بحاول يحلها، بالاخر بيوصل للمحل البيئس لانه كل البوابه بتتسكر وما عم تنحل المشكله. ساعتها بيركض لعند الرب، يا رب يا رب وينك؟ رب قال له انت وينك؟ انا هون، انا ما رحت على محل، بعدني محلي، انت اللي مش هون. يا رب شو بك؟ وقع بمصايب انا، ما عم بتشوف، بلا انا شايف. رب طلع فيك تعب، بقول لك راح لك شيء. وعادة معظمنا بتعرف ليش ما بنروح لعند الرب؟ لأنه ما بدنا شو يقلنا، ما منحب نسمع شو بيقلنا. إجا لعند الرب قال له شو لازم أعمل تنال الحياة الأبدية؟ قام قال له احفظ الوصايا. قال له إيه، أنا هاي برافو، أنا حافظها هاي من أنا وصغير. بسمع لك إياها، بتحب سمع لك عن غايب، أنا هو ربي لك لسه، وبتعرف عن غايب سمع لك. قال له برافو، أنا حفظتها أنا صغير. قال له طيب بينقصك بعد شيء واحد، بدك انت عن جد بينقصك بعد بينقصك شيء واحد. شو؟ قال له روح بيع كل شيء عندك اعطيه للفقراء وتعال اتبعني. فجأة هذا الشاب طلب يسوع، يا محمد انا عايزك. نحن ما منحب شو الرب بيقلنا، ما منحب، لانه اللي عم بيقلنا اياه، بتعرف شو عم بيقلنا اياه؟ اسمعني يا حبا، اختصار، بدك تعرف شو معناتها هي بروح بيع كل شيء، لانه نحن بنفتكر بانه الله ضد انه يكون عندك اشياء. شو بكم؟ لا، اللي هو اللي بيقول بدي باركك ببيوت هو ضد انه يكون عندك اشياء، هو اللي بيقول انه انا ما راح يكون في الا رغد وغنى ببيتك، بيكون ضد انه يكون عندك اشياء؟ ها؟ هو اللي بيقول لك بانه تكون مبارك في دخولك، مبارك في خروجك، تقرض ولا تقترض، بيكون الله ضد انه يكون عندك اشياء؟ شو بكم يا حبه؟ ها؟ اللي هو مباركك فيه انه ضد انه يكون عندك اشياء؟ لا، هو ضد انه هدول الاشياء يصيروا هن الله. ما عم تسمعوني؟ وبتعرف السر، اذا بدك تسمع كلمه من الرب وحده وحيده اللي راح بتحل لك كل مشاكل الحياه. يا ريت في حدا عم تسمع علي، بتعرف يا ريت في نوقف هيك على راس جبل ويكون كل لبنان والعالم واقف هيك، يا ريت فيني اوقف هيك واقولها هيك بصوت عالي لكل الناس تسمعها، انا اسمعها وكل الناس تسمعها، حتى لما تفتكر انه انا مش عم بشمل حالي معكم، انا اسمعها وكل الناس تسمعها. اذا في شيء الرب بيقول لك اياه اسمعوني، اسمع كثير منيح، نسي لي التليفون، نسي لي كل شيء هلا، بعدين بتكمل، حط بوز لماريو، رجع له بعد شوي، هلا اذا عم تلعب ماريو رجع، حط بوز هلا بترجع تكمل بعد شوي. اسمعني، ركز معايا، ركز معايا، طلع فيك لكم. إذا في شيء الله بيقول لك كل يوم
ليك راح لك شو بقول لك؟ راح بقول لك هيك، روح موت عن نفسك. إذا بدك تعيش روح موت. شايف إنه معظم مشاكل الحياة رح تنحل نهار اللي أنت بتموت. هلا القاتل فرد. وخلع رصاصة. لا لا اوعى تفتكر عم بمزح انا هلا، ما عم بقول لك روح انتحر، عم بقول لك روح موت عن ذاتك لاجلك. هذا سر نجاح بولس. اسمعني يا احبه، ما حدا هون الله، في حدا هون الله؟ هلا انت مفتكر حالك الله بس انت مش الله. تعرف نحن وانا ربا ولا تفتكر حالك الله بس انت مش الله؟ طالع حدا كله انت مش الله. لو عندي خبر لك انت مش الله. قال له شو بدك يعني، عم بفقسك بس هالحقيقه انت مش الله. اسمعني، يسوع هو الله. ها شو بكم، ايه ولا لا؟ مع انه هو الكائن في هيئه الله، لم يعتبر مساواته لله خلصة أو غنيمة يتمسك بها، بقول بفيليبي، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد وصار في شبه البشر، أمعن في الاتضاع فصار طائعا حتى الصليب، لذلك رفعه الله عاليا وأعطاه الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تنحني لاسم يسوع كل ركبة من في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان بأن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. هاللويا. هذا هو سر إنسان عايش ميت، لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. من أراد توبك أعطي رداءك، أيضا من سخرك تمشي معه ميل مشي معه ميلان. سر إنسان متواضع وميت، سر إنسان اسمعني يحب قريبه كما يحب نفسه هو إنسان ميت. سر إنسان عم يسمع صوت الله وبينفذ هو ميت. تعرف في كنيسة بأمريكا فيها حوالي هلأ سنة الماضي بالفصح فات على هذه الكنيسة 47,000 شخص بدالاس بتكساس. براها أسيس صديق، وهالكنيسة بلشت بعد كنيستنا لكن كبرت كتير. كل الناس ما كانت عم تعرف شو سر كبرت هالكنيسة. على فكرة هو كاتب كتاب اسمه هيك، اسمه The Blessed Life، اسمه روبرت موريس. للأشخاص اللي عم تسأل مين هذا الشخص، مين هذا الأسيس، روبرت موريس هذا الشاب الله أقامه، وبشكل تعرف أكثر من 6 مرات عاطي بيوت وسيارات ورجع على الصفر لأنه الله قال له. تعرف أنت ليش أصلاً الله ما بيقول لك؟ لأنه أصلاً إذا قال لك ما رح تعملها. بس اليوم هذا شخص عايش بمجد غير عادي هو وعائلته. أصلاً إذا قال لك ما رح تعمل، تعرف مشان هيك أنت ما بتفوت على المخدع، لأنه رح يقول لك إيش. اسمعني أحبه، في كتير أشخاص حتى لو فاتوا على المخدع ما رح يسمعوا صوت الرب، لأنه أصلاً آخر مرة فاتوا سمعوا صوت الرب لكن ما عملوا ولا شيء من اللي قال لهم إياه. كم واحد هون هلأ بضمير صالح؟ أنا ما عم أقول لك هيك لأفضحك، بس عم أقول لك هيك عن جد لنتوب اليوم. ليش نحن ما عم نتقدم؟ ليش كنايسنا ما بتكبر؟ ليش بلادنا ما بتتغير؟ لأنه نحن معتبرين حالنا الله. ما سمعتني؟ لأنه نحن معتبرين حالنا كثير أذكياء. ما سمعوني؟ أكثر شعب اللي اكتشفوه على فكرة بين هلالين،
ونحن مش انا ما بحكيك شيء هلا مش معروف. اكثر شعب اعلى اي كيو بالعالم, اسمعني اسمعوني عم خبرك شيء, هو اللي عايش بهذه المنطقه بين لبنان واسرائيل واليونان, هدول المناطق. عم بحكي علم. للاسف اكثر ناس مخترعه واكثر ناس فادت البشريه هن مش هدول الناس, هدول اكثر ناس خربوا البشريه. مزبوط. هلا كل مشاكل العالم منين جايه؟ العالم كله هلا عم ينخض بسبب مين؟ بسبب الناس اللي عايشين هون, صح؟ شو بكم ايه ولا لا؟ مشكلتهم هدول الناس انه عندهم اي كيو واطي؟ لا, مشكلتهم انه الاي كيو كثير عالي, ذكائهم كثير عالي لدرجه انه افتكروا ان هن صاروا الله ولم يعودوا يتكلوا على الرب بل على فطنتهم. هاي المشكله. قال ولا تعتمد على فطنتك, لا تكن حكيما في عيني نفسك. سفر أمثال صح 3 بيقول لك لا تعتمد على فطنتك بل حيثما سرت تعرف إليه. ايش يعني تعرف إليه؟ يعني مش روح أهلاً كيفك أهلاً تعرف إليه, يعني اسمع صوته وهو يقوم سبلك. لك شو على الكتاب؟ رب طريق تبدو للإنسان قويمة لكن عاقبتها هو الهلاك. انت بنظرك ليك شو هالطريق؟ تعرف كتار الاشخاص اللي هون في هذه المنطقه اعتبروا حالهم اذكياء كثير انه رح يحكموا للابد وكل شيء تمام وتالهوا. اذا ملاحظين نحن الشعب الوحيد, يمكن في كم شعب غيرنا يمكن بالعالم, لكن بين السبعة مليارات نسمه في 300 مليون انسان اسمهم العرب, يمكن هن وبعد في كم حدا غيرهم, بس انه ليل بعد الموجودين في هذا العالم اللي بيالهوا الناس والزعماء إلا العرب. تلاقي الزعيم أو الرئيس أو الشخص في هذه الدول مش إنسان طبيعي, هو إله, تماثيله صوره وين ما كان. طلع بأمريكا كيف بينزلوا البولز بيطلعوا البولز, طلع كيف الناس ينتخبون على صوت تفرون. تخيل مثلا شعب 350 مليون نسمة, جورج بوش تاني انتخابات خسر فيها, عم تحكي 350 مليون نسمة عايدة, ربح فيها بفارق 100 صوت عن الجور بوقتها. 100 صوت, عم تحكي 350 مليون, يعني هديك الزلمة جايب تنفترض 170 مليون وهو جايب 170 مليون ومية. نحن لو بتصير هون بدنا حرب أهلية دبح بعيدوك التصويت 20,000 مرة وما بيقبلوا, هديك نزل هني كذا مبروك كذا قعد على جنب سكت ولك 100 صوت, في عندي 170 مليون واحد ورا. لكن احنا هون بنقلي الناس كيف هذا بيخسر, هذا انا بحبه مش لازم يخسر. انا نعتبر حالنا آلهة أذكياء كتير لدرجة انه بتعرف حتى انت بتلاحظ الناس كيف بالسوبر ماركت او بالمول اللي بده يبيعك شيء, بصير بده يقنعك بانه بصير عم بتزكى عليك. واللزق انه تعرف ليش مكسورين هلا كل المولات؟ لانه ما بقى في اجانب يشتروا, هلا في تزكى على الاجنبي بس ما في تزكى على اللبناني. مش بتزكى علي, تعال لك لو انا بعرف منين شاريها انت. بتزيكوا على بعض, بصير مين أذكى, دماغ لدماغ, دماغ لدماغ. الرب إذا غيرنا هالمعادلة دماغ للقلب وقلب مدوزان على كلمة الله, لا تعتمد على فطنتك, لا تعتمد على فطنتك بولا شيء, بكل شيء تعرف إليه, بكل أمر كبير وصغير. خلي أقول لك, أنا أكثر شيء بحياتي بندم عليه هي القرارات اللي أخذتها من دون صوت الرب. إذا في شيء بندم عليه بحياتي هلا هالقد صار عمري,
هي قرارات أخذتها من دون صوت الرب، فت فيها بالحيط. كنت أعتقد بإني عم بعمل شيء منيح. ولا مرة كنت نجس. ولا مرة، أنا مش بطبع النجاسة. ولا مرة كنت عم بحب بأذي حدا. ولا مرة كنت مش منيح أو مش آدمي أو ما عم بعمل شيء للخير ومفتكر عم بعمل شيء كتير منيح. لكن بالحقيقة ما كنت عم بسمع صوت الرب. لا تعتمد على فطنتك. عم بحكيك لألك اليوم. اسأل حالك قديش تعتمد على فطنتك وقديش تعتمد على عن جد شو الله قال. وإذا عن جد شيء الله قال لك يا حتى لو من كم سنة لورا، اسمعني أحبه، عندي خبر لك، الله ما رح يقول لك شيء تاني قبل ما تعمل شو قال لك يا أصلا. أنت هون قل له هيك لحدك لأنه ما عم بسمعني، يمكن أنت بتوصل له إياها أحسن. قل له الله ما رح يقول لك شيء قبل ما تعمل شو قال لك أصلا. في منكم الرب طالب منه يروح يعمل شيء، في شيء عملي بدك تعمله، في منكم الرب انت بتعرف كتير منيح الله. كم واحد قاعد هون، اسمعوني اسمعوني منيح عن جد، هلا هلا، كم واحد قاعد هون وبيقدر يقول انا بعرف انه شو الله طالب مني وبعدني ما عملته؟ فايدك اذا انت عن جد تكون امين مع حالك، انا بعرف انه في قصص لازم اعملها بس انا بعد ما عملتها. ايه شو ناطرين؟ ولا لا يا اختند؟ لا ولا بلا. انا بسأل سؤال ثاني، اسمعوني احبه، كم واحد بيقول هون اذا الرب طالب مني شيء اسمعني؟ كم واحد من اللي قاعدين هلا هون بيقدر يقول لي اسيس اذا الرب طالب مني شيء اعمله يعني اكيد اكيد من وراء فيه سلام، فيه فرح وفيه بركه؟ شو ناطرين؟ طالما انت بتعرف وبتعرف انه في شيء مفقود، لانه الحياه هي مش طعام وشراب ولباس، وفي شيء مفقود جوا، في شيء ضايع، في شيء ما عم بخليني ارجع احلم، ما بخليني ارجع شوف رؤى، ما بخلي قلبي يكون مدوزن. تعرف الشيء اللي كنت عم بحكيه من فتره هون بالكنيسه لاشخاص عديده، لاشخاص بالخدمه ولاشخاص خارج خدمه، اللي عملنا جورنيات وطلعت حكيت، قلت لك في شيء مفقود اللي هو القلب. طيب شو بخلي انسان ما عنده قلب بقى للملكوت ولا للخدمه؟ مش مدوزن، دوزن لانه اشياء كثيره، لكن قلبه مش مع الرب. شو بكم انتوا هون يا احبه؟ وصلنا بتعرف لانه نحن مؤمنين بنصير نحن عنا عايشين بصراع، انه انا بدي احضر نهار الاحد بس في ماتش، او بدي احضر نهار الجمعه بس في ستار. شو هيداك؟ مين في هلا اليوم؟ شو في مين بكره ذا فويس اليوم؟ شو مشان هيك اجيتوا لانه ما في شيء اصلا نهار الجمعه. ما هو ما في شيء زمان. في شي ماتش فوتبول يمكن، او شي شغله، او تلاقي حالك منه عم تحتار وعيش بكونفليكت، عايش بهالصراع لانه في شيء غلط. كم واحد يا حبا عم بفهم انا شو عم بحكي؟ كم واحد بفهم انا كثير منيش عم بحكي؟ او حتى بقول لك لا انا بنام، انا بروح بظهر مع الشباب، انا بروح باكل شيء، انا بروح بعمل قصص، لكن انه اجي اقعد لا، جواتك تعرف في شيء فقدته. عم بتطلع يا حبا الملكوت ناطرنا، النفوس ناطرتنا، العالم العربي ناطرنا، ويوما ما اسمعوني احبا، لانه ما بدي اطول عليكم بهذا الحكي، لكن بس بدي ارجع لك اياهم لاقول لك شو الاساس. اسمعني، يوما ما رح نوقف قدام الرب. قال ورح تكشف السرائر كلها. تعرف شو السئيل بالموضوع؟ ركزوا معي بليز دقيقة، خليكم معي. تعرف شو السئيل بالموضوع؟ بانه انا وياك مفتكرين بانه هلا مخبى كل شيء وما حدا بيعرف، كل شيء مستور. تعرف اعترف فيه هلا للرب وتوب عنه من انه يجي نهار والكل يشوفوك ويسمعوك.
لأنه رح يجي نهار نوقف قدامه وكل شيء مكشوف وعار أمامه وله سوف نؤدي حساب. أفضل أنه هلأ نفضح بيني وبين الرب وقال يا رب بليز ساعدني أني أعمل مشيئتك، ساعدني يا رب أني أتغير، ساعدني أني أحقق مقاصدك على الأرض، ساعدني يا رب أني أعمل ما يرضيك، ساعدني سيدي أن أطيع صوتك وأن أفعل ما أنت تريد مني في هذه الحياة، من أنه أحيا بعد ثانية وحدة هون على الأرض وأنا مش بطاعة لك، مش خاضع لك، رغم أنه أنا بصلي بعمل مش على كنيسة بس أنا مش خاضع لك، أنا بعمل ما يحلو في عيني نفسي، أعتمد على فطنتي. إيه بصلي وبشوف الرب بيبرككم، لأن الصلاة بالنسبة لي هي كولتور كالتشر ثقافة نشاط سوسون ديز أكتيفيتي. في حدا قال لي هيك؟ قال لي شو؟ لأنه حدا قال لي إياها بقى مشان هيك أنا قلت واو. تروح على الكنيسة سون ديز أكتيفيتي، إني نشاطات. شو حلو بتعملوا نشاطات؟ برافو سوبر. كمل بالفرنساوي. قل له هيك لحدك، قل له العلاقة مع يسوع هي مش اكتيفيتي. قل له هيك، قل له العلاقة مع يسوع هي مش نشاط، هي الحياة، هي الحياة. طيب خلينا نلخص يا أحبه، اسمعني. قال في كل قلبك تعرف إليه. أمثال بسرعة خلينا نقريها وراح أعطيك بعض القصص سريعة وننهي اليوم. هاللويا. أمثال على الإصحاح الثاني الثالث عفوا بقول هيك، اتكل على الرب من كل قلبك لأي خمسة، وعلى فطنتك لا تعتمد، على فطنتك شو؟ قل له هيك لحدك، قل له على فطنتك لا تعتمد. اسأل لي هالسؤال، قل له كم مرة تزكيت وفط بالحيط يا ترين؟ قل له هيك، عمل لي هيك كم واحد، انه انا كنت بفتكر حالي كثير ذكي. بعدين على فطنتك لا تعتمد، لاحظ كمان وقال، قال اعرف الرب في كل طرقك وهو يقوم سبيلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، بل اتق الرب وحد عن الشر. طيب بسرعه، شو يعني نقعد مع الرب عن جد ونسمع صوته؟ يعني تعرف، اسمعني يا حبا، إذا الرب، خليني أحكيك باختباري، لأنه بعرف باختباري، أنا عم بحكي عن حالي، بعرف إنه الرب نفس الشيء لأنه نفس القصة. شوف إذا أنا مثلا بطلب من برنار مرة، برنار روح لعند جو، بقوم ما بيعملها. برنار روح لعند جو، ما بيعملها. برنار روح لعند جو، ما بيعملها. برنار روح لعند جو، ما بعرف، بس برنار لطيف وحبوب وآدمي، بس ولا مرة بطيع أنا شو بقول له. بالآخر ببطل قل له، رح روح أقول لحدا تاني روح لعنده. اسمعني؟ ليك شو الرب قال هيك؟ قال كان في واحد عنده ولدين وطلب من ابنه الكبير، قال له ليك روح ارعى حقلي، اهتم بحقلي. فقال له حتما، لكنه لم يذهب. وطلب من تاني روح ارعى حقلي، قال لكنه تزمر ثم ذهب. قال مين اللي طاع بيو؟ اللي قال حتما او اللي زمر؟ ورب قال كتار كتار اللي بيسمع صوت الرب وبيقولوا للرب امين هللويا نعم، لكن لا يذهبون. قال لكن كتار لما بيسمع صوت الرب بيحسبوا الكلفة والإف، لكن يذهبون ويطيعوا صوت الرب. اسمعني أحبة، قال لا تعتمد على فطنتك. خليني أقول لك إياها، لما تقعد مع الرب، الرب رح يحكي معك إذا أنت ما عندك ليستة. هاي أول شيء.
رب رح يحكي معك نهار بتسكت ذهنك. هاي تاني شيء. رب رح يحكي معك نهار بتفوت بالترنيم لعنده بترنيمة قلبك. هاي تالت شيء. رب رح يحكي معك، اسمعني، رب رح يحكي معك نهار اللي بتلقي كل همومك عليه، لأنه هو بيعرف أنه عندك مشاكل وتحديات وهموم وقصص وتكب عليه، تقول هاي عندك صارت. اسمعني آخر شيء، رب رح يحكي معك نهار تتعلم تجدد ذهنك، وإذا في شيء قلك إياه عن تجديد الذهن هو هيدا، هو أنك تموت، لأنه نهار الأحد رح يحكي أكثر عن تجديد الذهن. بس إذا في شيء قلك إياه اليوم عن تجديد الذهن هو أنك تموت. اسمعني أحبة، معظم مشاكلك عايدة، معظم مشاكلك ليندا، معظم مشاكلك شغيك هي أنك أنت ما مت بعد، صح؟ معظم مشاكلي أنا يعني بعدني معنت كبرياء هنو أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا ما بصير شيك، فجأة نهار تتخلى، نهار بتموت، نهار تسمع صوت رابع عم بيقول لك أعطي صلي. نسمعوني يا حبا، شايف معظم القصص اللي بتصير معك بالحياة، وأنا عم بحكيك قصص بتصير بالحياة حقيقية، أنا ما عم بحكيك قصص خرافاتنا، كلياتنا عايشين وكلياتنا عايشين بين ناس مش مؤمنين وحتى بين المؤمنين، وعايشين بمجتمع كل واحد فيه معتبر حاله الله ومعتبر حاله كثير ذكي، ومعظمهم عم بيشبحوا عليك، معظمهم عم بيكسروا عليك، معظمهم عم ياخذوا منك شيء، ومعظمهم عم بيأذوك، ومعظمهم عم بيدعس عليك، ومعظمهم عم بيهينك، وفي كثير اشخاص عم تعمل قصدا، وفي كثير اشخاص عم تعمل مش قصدا، مش هيك؟ مش هي الحقيقه؟ ومعظمهم عم بيحاول ياخد منك، وعم بيحاول يعمل هيك، وعم بيحاول. الجسد بيقول لك إن لم تكن أسدا أكلتك الأسود، إن لم تكن ذئبا بلش فرجيون العين الحمراء، شو أنا طرطور؟ طرطور أنا طرطور، منين جيبوها طرطور على فكرة بس حبيت طرطور، شو أنا فرجيون خلص لازم يعرفوا أنك أنت أنه مش منك لقمة سائغة، كيف؟ لست لقمة سائغة، منك بفضلة عشاهم، أنت لازم تفرجيون، لازم تفرجيون العين الحمراء، وتكون هذا الجسد عاملة تكون قاسي مثلين، تخلي حدا يكسر لك راسه، ما تخلي حدا يكسر، ما تخلي حدا يدعس عليك، يدعس عليك يدعس على رابطه، مش هيك؟ تفوت لمحضر الرب بيقول لك اطلق اعطي، بس راح يقولوا عني حمار، مش هيك؟ شو بكم يا حبا؟ مش هذا الصراع اللي نحن عايشين فيه؟ اسمعني يا حبا، في مره هيك انا بحكيك شيء صار معي شخصيا، راح اقول عني حمار، لك شو قال لي الرب؟ خليني اقول عنك حمار، بس انا اقول عنك حبيبي. هني يقولوا عنك هيك شو بدنا؟ انت بدك كني شو بقوله ولا انا شو بقول؟ بدك تسمع عني شو بقوله ولا انا شو بقول؟ انت بنظري انت حبيبي، انت ابني اللي انا اصر فيه، لانك تسمع صوتي، لانه بتطيعني حتى لو بكلفك كل شيء، وانا ما رح اطلب منك شيء انت ما فيك تعمله، أنا بعرف شو إمكانياتك، ما رح أطلب منك شيء أنت ما فيك تعمله أو أنت مش جاهز بعد تعمله، كل شيء أنا بطلب منك أنا بعرف أنك فيك تعمله، كل شيء لازم تعمله أنك تعمله لأنك بتعرف لما بتعمله هناك سلام، فرح، حياة، بركة، فيض، ازدهار، انتصار، بالآخر كل الأشياء تعمل معا لخير الذين يحبون الله. خلينا نوقف مع بعض يا حب. فايدك أمام الرب في هذا المساء، قل له سيدي أريد أنه أتغير، أتغير حقيقة، حل مشاكلي بالطريقة اللي أنت بدك يعني حل فيها بالمخدع، محل ما الناس قالوا لي انتقم أنت بتقلي خفور،
محل ما الجسد بيقول لي عند، انت بتقول لي اعطيه، تخلى، حب. محل ما الكبرياء بيقول لي تكبر، انت بتقول لي تواضع. محل ما الطمع بيقول لي خبي وسيطر. محل ما عدم الامان بيقول لي سيطر، انت بتقول لي ما تخاف، انا معك، اطلق، اعطيه، حب، تحنن، سامح. تشوف الناس حتى هدول اللي عم يستغلوك بعيوني انا، كيف انا بشوفهم؟ شوفهم بعيون الرحمه، شوفهم بعيون التحنن. تعرف تطلع بشخص بتتحنن عليه، تفتكره عم يتذاكى، قاعد عم يسبح عليك، عم يحاول يسرقك، عم يحاول يعمل قصص معك. كل يوم تتقابل مع هيك اشخاص، تحنن عليه، اعطيه، حبه. بهذا يعرف العالم بانك ابن الله. سورة يسوع تبلش تظهر فيك يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. تفتكر هيدي هزيمة؟ الصليب ما كان هزيمة، يسوع استسلم للصليب لكن كان انتصار. انت بتفكر انه لك هاي هزيمة، هذا ضعف بنظر كثير ناس. كان يسوع لازم ينزل جنود من السماء ويفرم كل هدول الناس، لكن يسوع استسلم للمشيئة وكانت الانتصار الحقيقي. استسلم للمشيئة اللي هي يس. اسمعني أحبة، لأنه كتار منا لأنه نحن أذكياء، مش قادرين نصدق أنه إذا أنا بعمل هيك رح بربح. رابع بيقولك أنا بدي هيك تربح، ما عم دلك كيف تربح يا زكي، عم دلك، عم بعطيك الطريق إنك تسمع صوتي، إنك تركع وتتشفع، إنك تحب، إنه يرجع لقلك القلب. كتار منكم يمكن ما بيشعر فيما بعد لأنه بطل علقان بالكرمة. اليوم قل له سيدي سمحني يا رب لأنه انفصلت عنك، صار لي فترة طويلة. هلا ارفع ايديك يا أحبة قبل ما ننهي هذا الاجتماع، ارجع خذ موعد هذا الأسبوع مع الرب، كل يد مرتفعة. قل يا رب هذا الأسبوع، يمكن جمعة الماضي في منكم عطى موعد وما زبطت معه، لكن هالجمعة يا رب سمحني عن جمعة الماضي وهذه الجمعة سيدي أريد أن أكون في محضرك. هلا غمض عيونك وقرر هذا النهار، غمض عيونك هلا، قرر النهار والوقت والمكان. هللويا 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 هللويا. كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا لمجدك، أشدو لك، لك وحدك للأبد أنا. ارفع يدك ولا معي من كل قلبك. كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا لمجدك، أشدو لك، لك وحدك للأبد أنا، لك للأبد للأبد أنا، من جديد للأبد. قلنا من جديد معي أنا، بعد مرة خلينا نقولها سوا بإيمان. كل الحياة، كل قلبك قول معي، ملكا
أعلن أعلن عمري أحيا. هللويا إلي مجدك. أشسو لك للأبد أنا للأبد أنا. هللويا هللويا رب نشكرك حبيبي يسوع في هذا الأسبوع ساعدنا يا رب إلى أن نلتقي من جديد نهار الأحد صباحا. رب نسلمك أسبوع بعد أسبوع عم شوف قديش العالم عم يسرقنا منك, قديش العالم عم يسرقنا من أنه نكون عايشين لمجدك, قديش في قصص كتير في هذه الحياة من مخدرات ومن من قصص بتبعدنا عنك سيدي, لكن قلبنا يتعلق بك. نقول لك يا رب نريد أن نحيا حياة ترضيك وتمجدك وتقدم ملكوتك وتمجد اسمك وتحقق مشيئتك. يا رب سمحنا عن كل تمرد, عن كل عصيان, عن كل مرة ما سمعنا صوتك وما طعناك يا رب, وساعدنا سيدي في هذه الأيام أنه نعمل كل شيء قلت لنا إياه من أجل أن نحقق مقاصدك ونشوف ملكوتك عم يتقدم واسمك عم يرتفع وكلمتك عم تعلن باسم المسيح كما هو في السماء كذلك على الأرض. كلمة الله مسموعة بالسماء وأنا أصلي بأنه تكون مسموعة على الأرض. خذي الشخص لحدك تسم له قال له الرب بده يغير حياتك في هذه الأيام, بده إياك تكون مثمر, بده إياك تشوف رؤى وأحلام. آمين. قال له تصبح ألفا, قال له أنت تصبح ألفا وتصير أمة قوية. آمين آمين آمين. هللويا هللويا. إذا في شيء اسمعني اسمعوني قبل ما تصلي لشخص لحدك, إذا في شيء بتعرف أن أنت مش طايق الرب فيه, عمول كل جهدك هذا الأسبوع أنك تعمله. آمين. يا رب أنا اليوم بدي أصلي أنك أنت تشدد كل شاب وصبية وتساعدنا ترجعنا لك يا رب وترجعنا نعيش معك كل أيام حياتنا. مبارك هو الآتي باسم الرب من الآن وإلى الأبد. شعب الله يقول آمين ثم آمين ثم آمين. أراكم لحد صباحا رح نحكي عن تجديد الذهن. نعمة ربنا يسوع محبة الله الآب شركة روح القدس تكون معي ومعك إلى أن يعود الرب بسحاب المجد. رب يبارككم كون معكم. اجتماعنا انتهى.